السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام. فيديو جديد النهاردة إن شاء الله هعمل مع حضراتكم تفريز وتخزين الليمون بأبسط الطرق الممكنة. طريقة سهلة جدا إن شاء الله. أي كمية حضراتكم تحبوا تجيبوها. هجيب الليمون، اغسله كويس جدا وأقطع ليمونة نصين بالشكل ده. أدي الليمونة، هي لم يكن أنا لسه ما قطعتهاش. أدي الليمونة غسلتها وقطعتها نصين بالشكل ده. بعد كده هاخد النص أحطه في عصيرة الليمون زي ما حضراتكم شايفين واضغط عليه. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. طيب ما عنديش عصاره ليمون، ادي النص الثاني ادور زي ما حضراتكم شايفين واعمل كده. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. بعد كده هعمل ايه؟ بس اهم حاجه عندي في الموضوع كله ما ينزلش معايا البذر في عصير الليمون، لان البذر هو اللي بيمرر الليمون. كده هبدا انزل بيه بقوارب التلاجة زي ما حضراتكم شايفين كده بتاعت التلج، وعلى الفريزر وهحطها تجمد وراي لحضراتكم ان شاء الله. ده شكل الليمون بعد ما جمد معايا تماما زي ما حضراتكم شايفين. طبعا عشان يجمد معايا بالشكل ده مش اقل من 6-7 ساعات. بعد كده هبدا انزله هنا في الطبق قدام حضراتكم، وبعد كده من الطبق لكيس بلاستيك اللي هو البلاستيك الغذائي اللي بنحط فيه السندوتشات او علبه ثلاجه زي ما حضراتكم حابين، وبعد كده على الفريزر على طول. بسم الله، شايفين حضراتكم واضح ينزل بكل سهوله. طريقه ناجحه مضمونه جدا، انا مجرباها بقالي سنين. يقعد معايا قد ايه؟ سنه اتنين تلاته طول ما هو في الفريزر متجمد. اطلع اسحب منه اللي انا عايزاه، وبعد كده ارجع الكيس في التلاجه تاني في الفريزر بتني زي ما هو. ده الشكل النهائي الليمون بعد ما احطه في علبه حافظه زي ما حضراتكم شايفين. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وينول اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع اسما فود.